ورجعنا لكم تاني مع تاني فقرة من برنامجكم التجمع السادس. هكون معاكم نور صلاح وباقي زمايلي رنيم وسمر في فقرة جديدة ومتنوعة. فقرة جديدة ومتنوعة هيكون معانا فيها ضيف هنتكلم وهنتناقش معاه في مواضيع كتير. ضيفنا النهاردة هو أستاذ كريم كوتش وحاصل على دبلومة في العلاج بالفن وكمان معتمدة من جامعة كامبريدج وعازف بياني. اهلا بيك يا استاذ كريم معانا، وعايزين نعرف معاك النهارده انواع نوع جديد من انواع العلاج النفسي هو علاج بالفنون والعلاج بالموسيقى. شكرا ليكم واهلا بحضراتكم. هو دلوقتي فكره العلاج بالفنون ان هو بيحصل دمج بين نظريات في علم النفس مع استخدام الفنون، بحيث ان هو بتيجي النتائج اللي هو الشخص عايزها بشكل اسرع. طب وحضرتك ازاي توصلت ان في حاجة اسمها العلاج بالفنون اصلا؟ تمام. هو انا اصلا يعني قبل كده كنت بلعب بيانو، وداخل اهو كده في 6 سنين بلعب بيانو، وفي نفس الوقت كان عندي يعني بعض الظروف الشخصية اللي يعني الصعبة اللي هي دلوقتي خلتني احتاج ان انا اخد استشارات نفسية، فبالتالي اكتشفت ان هي اكتر حاجة بتجيب معايا نتائج حلوة جدا ان انا اسمع موسيقى واني اعمل تأمل معها. عملت معايا نتائج حلوة جدا سواء على مستوى نفسي سواء على حاجات اتجلت فعلا في أرض الواقع. قلت الله أنا بلعب بيانو، ليه بقى ما استغلش حبي للبيانو وإن أنا بحب التأمل إن أنا زي ما أفدت نفسي كمان أفيد غيري. فساعات بقى كتير بقى في القصة دي لغاية لما ربنا بعت لي بوست على الفيسبوك إن هو في دبلومة علاج بالفنون، فطبعا اشتركت فيها بشكل فوري. اوكي، ايه هو بقى، انا عايز نعرف من حضرتك ايه هو تسلسل العلاج بالفنون؟ تمام. هو دلوقتي بقى اول حاجه اساسا دلوقتي الفنون اللي هي بتخش معانا بيبقى عباره عن هي حركه ورسم والوان وموسيقى. فهي دي اصلا دلوقتي بقى اول حاجه بتبدا بشويه حركه ان احنا كده اكننا بنسخن. تمام. ودي بقى ممكن مثلا بنعملها عن طريق يا اما مثلا شويه رياضه او ان هي حركه مع عزف على البيانو اللي انا بعزفه. بعد كده بنعمل موسيقى استرخائيه لمده 10 دقائق بتدخل واحد في حاله اسمها الفا ويف. تمام. ايوه. بعد كده بيبدا ان هو يطلع الطاقه السلبيه اللي هي جواه من خلال الرسم. بيتم بقى تحليل الرسمه دي فبنعرف ايه هي الحاجه اللي هو هيحتاج ان هو يشتغل عليها، وكمان هنكتشف ان عنده حاجه اسمها قيم فطريه ضابط عنده. يعني هي دي الرسم، العلاج بالفنون اللي هو الرسم. مش هنعمل جديد. نعم. ده الرسم، دمج رسم مع الفنون، مع الفنون مع الموسيقى يعني. تمام. بالظبط كده. طيب استاذ كريم، عايزين نعرف ايه هي الفنون اللي بتطلع الطاقه السلبيه، يعني ايه هي الموسيقى او ازاي بتقدر تطلع الطاقه السلبيه دي بالموسيقى عامه؟ في عامه طبعا دلوقتي في كذا انواع وفي موسيقى، في ايفر ان هو مثلا بيكون الهدف ان هو نخليه يتحرك او ان هو بنخليه يخش في حاله استرخائيه، او ان هو مثلا يعني اذا واحد مش عارف يعبر عن المشاعر السلبيه اللي هي جواه ساعتها طبعا بتعمد ان انا اعزف له موسيقى طبيعتها دارك جدا، فبالتالي بتحرك عنده كل المشاعر السلبيه اللي هي بتطلع في الرسم. تمام. طيب عايزين من حضرتك تشرح لنا ده عملي، تقدر؟ نعم. عايزين من حضرتك تشرح لنا ده عملي. نشرح ده عملي. يعني تعمل لنا موسيقى هاديه بحيث ان احنا نحس ان يعني تشرح لنا ده عملي. قوي قوي. تمام. طب قبل بس ما تشرح عملي، هل في ليه علاقه العلاج بالفنون ليه علاقه اصلا بالعلاج النفسي؟ طبعا، عشان خاطر دلوقتي زي ما احنا قلنا اساسا ان هو اللي لازم علاج بالفنون هو اصلا قائم على دمج تقنيات في علم النفس واللي هو يعتبر اهمها البرمجه لغويه عصبيه اللي هي اصلا تكون معتمده ان احنا ازاي نعرف نتحكم في افكارنا، ازاي نعرف نتحكم في مشاعرنا، وان احنا بقى بندخل فيها الفنون كعامل مساعد ان هي تجيب النتيجه بشكل اسرع. يعني في عزف معين، نوع معين هو اللي بيخرج الطاقه السلبيه دي؟ طبعا.
يعني عزف معين مخصوص للموضوع ده. يعني حضرتك ما بتألفش موسيقى معينه، هي بتبقى مقطوعات معينه بتاخدها بتبقى هي متخصصه في الموضوع ده. هو انا حاليا دلوقتي يا بعزف دلوقتي اوكي مقطوعات يعني معروفه، ولكن يعني طبعا عامه يعني عندي السعي ان انا ان شاء الله بعد كده بقى ألف بقى موسيقى ان شاء الله. ان شاء الله. انا عودت كلنا يعني. طب هي بتعتمد بقى على الموسيقى الهاديه اصلا ولا موسيقى معينه من نوع تاني مثلا؟ حسب المود يعني، بمعنى مثلا يعني انا عايز حد يتحرك هلعب له موسيقى فيها حركه بحيث ان هو يتحرك معاها. عايز بقى ادخل واحد في حاله الفا ويف، ده غير الرسم صح؟ نعم ده غير الرسم، الحركه دي غير الرسم. طبعا غير الرسم طبعا. طب هي ايه الفا ويف دي اصلا؟ اوكي هنشرح معنى كلمه الفا ويف. تمام. دلوقتي معروف ان هو اي دلوقتي عقل بشري بيتكون من جزئين، في عقل اللي هو واعي او اللي هو ليه اسم اخر الدارج العقل الباطن، وفي اللي هو العقل الواعي. اثناء النوم العقل الواعي ده بينام خالص والعقل الباطن هو بس اللي بيشتغل. في حاله ما الشخص صاحي العقل الواعي هو اللي بيكون شغال، والباطن حسب اللي هو متسجل فيه، حسب البرمجه اللي هي متسجله فيه بتخرج في العقل الواعي، وساعتها بيتجلى كل حاجه بتحصل لينا. فحاله بقى الفا ويف اللي هي حاله بين النوم والاستيقاظ، بحيث ان احنا شبه بنخرج تماما العقل الواعي، فبحيث ان احنا نقدر بنخش على طول ده في العقل الباطن، ايضا ان احنا بنديله اوردر يطلع الطاقه اللي هي جواه في الرسمه، او ان احنا هندخل له برمجه جديده. طيب استاذ كريم ممكن تسمعنا حاجه قبل نهايه الحلقه؟ عينينا طبعا. دي على التجربة، هنعمل تجربة؟ لا هنسمع الأول الموسيقى يا أستاذ كريم وبعد كده نعمل التجربة. التجربة عليك. حلو قوي. كان نفسي والله طبعا دلوقتي وكده اسمعكم اكتر من كده، بس طبعا عشان وقت البرنامج. لا ان شاء الله هنعوضها باذن الله، بس حلو قوي فعلا، مريحه للاعصاب فعلا. تهدي الاعصاب قوي فعلا. المزيكا دي بالذات دلوقتي الفها واحد ياباني، انا شخصيا ساعه لما احب اهدي اعصابي بعد ضغط اسمعها. فقلت بقى لازم بقى هي حلوه يعني. هي فعلا حلوه جدا. استاذ كريم نورتنا، وكان نفسنا تقعد معانا اكتر من كده، احنا استمتعنا بوجودك معانا. انا اسعد ان شاء الله التجربه العمليه هنعملها في حلقه ثانيه باذن الله، وتكون معانا ضيف في حلقه ثانيه ان شاء الله باذن الله. نشكر حضرتك، شرفنا بحضرتك. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده من برنامج التجمع السادس في نفس الميعاد يوم الاحد ان شاء الله. برنامج التجمع السادس على قناة الصحة والجمال كل يوم جمعة وحد الساعة 12 مساء من راديو ستار اف ام. اي ولد وبنت بيبقوا حابين يظهروا في احسن صورة ويعيشوا على الموضة، سواء في اللبس او في الالوان. ولان مفيش جمال من غير صحة ومفيش صحة كويسة من غير رياضة، هنتكلم ونتمرن ونعرف اكتر ازاي تبقى صحتها كويسة. هنناقش كل القضايا الاجتماعية اللي بتخص الراجل والست، وكمان هننزل الشارع ونعرف رأي الناس. وكمان معانا في مطبخنا في كل حلقة أكلة جديدة من بلد مختلف. هنجيب لكم كمان كل خبر جديد وكل ترند شاغل اهتمام الناس، والناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا. هنتكلم عن جمالك ومظهرك وشكلك وازاي تظهري جميلة في أي مناسبة وفي كل مكان. برنامج التجمع السادس كل يوم جمعة وحد الساعة 12.
12 مساء على قناة الصحة والجمال.